مواجهات بالذخيرة الحية شهدتها بلدة تقوع في بيت لحم جنوبي القدس المحتلة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وأهالي البلدة. أصيب من جرائها 5 فلسطينيين من بينهم سيدة، فيما اعتقل جنود الاحتلال الشاب قصي العمور الذي أعلنت تقارير عبرية فيما بعد استشهاده متأثرا بجراحه. وقد أكدت مصادر طبية فلسطينية تسلم جثمان الفتى البالغ 17 عاما الذي كان قد أصيب بثلاث رصاصات في الصدر قبل أن تعتقله قوات الاحتلال. وكانت مواجهات عنيفة قد دارت في البلدة عقب اقتحام الاحتلال لها وسط إطلاق رصاص حي ومطاطي وقنابل غازية على منازل المواطنين. اضرب!